بسم الله، هنشوف النهارده امر بند. امر بند بيبقى عندي شكل مستقيم، وهو يبدا يديله انحناء في احد الاطراف زي ما نشوف مع بعض. دلوقتي انا هقول له عايز امر كيوب، وابدا ازود في الواي، وبعد كده هاجي على اوامر التعديل اقول له بند. تمام، واسحب البند احطها تحت كيوب. البند دي هبدا اشوف الخصائص بتاعتها. انا ببدأ اتحكم انا الجزء اللي هيحصل له بند. ابدأ اقول له انا عايز الانجل بتاعتي مثلا 15، والقوة بتاعتها قد ايه، خليها مثلا 40 او حاجة بالشكل دوت، خليها مثلا 90. الانجل ممكن ابدا اغير فيها زي ما انا عايز. السايز هو بيبدا يسيطر على الشكل نفسه زي ما انت شايف. طيب لو في اي وقت عايز الغي البند بعلم عليه والغيه يرجع الكيوب زي ما هو. عايز ارجع البند تاني ممكن تدوس كنترول زد او بند، واسحب البند دي تحت الكيوب بالشكل دوت، وتبدأ تظبط الخصائص بتاعتها. مثلا عايز الاحماء هنا هقول له السترنج بتاعي قد ايه بالشكل دوت. طب انت عايزها بزاوية ولا من غير زاوية؟ ممكن اقول له انا عايز الجزء اللي فوق بس هو اللي حصل له الاحماء بالشكل دوت. ممكن اقول له ليميت او انليميت او وزن بوكس. زي ما شايف الاوامر بتاعتها يمكن اسهل من 3 دي ماكس، وكل واحد بيحب برنامج بيبقى متحمس ليه، والاثنين كويسين. يعني انا بستخدم ده وبستخدم دوت، بستخدم البلندر حسب المشروع اللي معايا وحسب الحاجة اللي معايا. يعني ممكن الشركة كلها مثلا شغالة 3 دي ماكس، فصعب ان انت تقنعها ببرنامج تاني، فده مثلا تخليه حاجة خاصة بيك او مشروع محدش يشتغل فيه غيرك انت، او الشركة كلها شغالة بالسينما 4D. يعني في دول كتيرة في اوروبا منتشرة او السينما 4D، يمكن احنا عندنا في الدول العربية ال 3 دي ماكس هو اللي منتشر. تمام، فامر سهل واتمنى ان احنا نجربه. ولو بصيت هنا هتلاقي اغلب الاوامر موجودة في ال 3 دي ماكس متشابهة، زي التوست، زي المش، التبر، اغلب الحاجات دي لو انت شغلت على 3 دي ماكس هتلاقي سهل ان انت تستخدمها على طول في برامج السينما 4D.